المخفر في المخفر. هلاقيك يعني هلاقيك يا عتريس، واخد بطار ولدي. لا عتريس مش هنا. طب شوف كده يمكن يكون هنا. لا مش دي عتريس. ولا دي عتريس. لقيتك يا عتريس، لقيتك وهاخد بطار ولدي. قوم يا عتريس وارفع يدك لفوق. لقيتك يا عتريس. انا اللي لقيتك يا مجرم. اخيرا اخيرا لقيتك بعد السنين الطويله دي كلها. عارف انا مين؟ مين؟ صوت ضحاياك في القبور، صوت ضميرك اللي مات، صوت حسن الهلالي. اخيرا لقيتك يا مجرم. مدوخنا من الجزء الاول لغايه الجزء الرابع، مش عارفين نلاقي المجرم الحقيقي في المخفر. اخيرا انت اللي عامل الجرائم دي كلها في السوق. مش ابو هريد اللي ينقبض عليه. انا ابو هريد انت بتكلمني عنه؟ ابو هريد ده كان ابو جلامبو قدامي على المخفر. مش ابو هريد اللي انقبض عليه. الحلقه الاخيره من المخفر يا رجاله، خلاص لقينا المجرم. بقالي 10 ساعات بحقق معاك ومش عايز تعترف. انت المجرم اللي عملت الجرائم في الاربع اجزاء بتوع المخفر، ودي اخر حلقه. خلاص كل شيء انكشف وبان، انت المجرم. المخفر بينتهي باعترافك، اتفضل اعترف. ابو هريد ما يعترفش على حاجه واصل يا بيه. دافع عن نفسك، قول قول اللي في نفسك. دافع دافع عن نفسك، قول قول اللي في نفسك. اقول حاجه ما عملتهاش يا بيه. ما تشيل البتاع اللي على وشك دي يا بني ادم. اللهم طولك يا روح. مش عارف تشيلها دي كمان؟ شلتها يا بيه. شيلها من على المايك. قول يا بيه عايز ايه من ابو هريد. عايزك تعترف بكل حاجه. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ انت مين؟ ابو هريدي من الصعيد. امال فين ابو نواف؟ تعبان شويه. ليه؟ عنده ايه؟ عنده حصوه على الكلى. سلامات 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 يا حبيبنا يا ابو نواف. سن 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 سن. اثبت. في ايه؟ هننشد ولا ايه طول التحقيق؟ مالك؟ قول يا باشا. انا عايز اسال سؤال واحد بس. اتفضل. ابو نواف جات له البتاعه دي منين؟ الله يشفيه كان بياكل زلط. كان بياكل ايه؟ كان بياكل زلط. الله يشفيه. الله يشفيه. الله يشفيك انت. كنت في السوق بتعمل ايه؟ كنت بدور على عتريس يا باشا. ليه؟ عتريس من 30 سنه قتل هريدي ولدي. قتل هريدي ولدك ليه؟ عتريس كان عايز يتجوز فؤاده بنت الشيخ ابراهيم غصبا عنها. وبعدين هريدي ولدي ما سكتش، لما اهل البلد كلهم وراح له عند دواره ودخل دخل عليه بالسلاح ورفع بكل جرأة وما خافش منيه، وقال له جواز عتريس من فؤاده باطل. باطل. جواز عتريس من فؤاده باطل. باطل. مين دول؟ دول الدهاشنا يا باشا، اهل البلد. الدهاشنا؟ ايوه يا باشا اهل البلد، جايين عشان هريدي ولدي لما ينقتل عشان بيقول كلمه الحق ويروح لعتريس يقول له ان جواز عتريس من فؤاده باطل. 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 مين دول؟ دول الدهاشنا جايين ورايا دهش دهش. ده انت اللي دهش كبير. ده انا ادهشك برجلي. فاكرني مش هعرفك يا بالونه؟ من اول ما دخلت عليا وانا فاقسك، الحاجه الوحيده اللي فاقستك هو ده يا عيل. بالونه مين يا محسن بيه؟ انت يا بني ادم. انا ابو هريدي. يا راجل اقعد بقى. غير يا محسن بيه، ما يضر حلو. سيبنا كمل. سيبنا كمل ايه؟ في قضيه وفي سرقه وفي مواضيع كبيره عايزينك تجيب المتهمين عشان نحقق في المخفر هنا. في ساعه ذكيه اتسرقت، فاهم يا زكي؟ ساعه ذكيه اتسرقت، روح هات المتهمين من السوق بسرعه. ساعه ذكيه ما ترجع نفسها طالما هي ذكيه. بسرعه يا بني ادم. محسن بيه الواد كان عنده حق. الولا هريدي. لان جواز عتريس من فؤاده باطل. باطل. ادهشنا رجعوا تاني. يا عصفوره. ايه يا حبيبي مالك في ايه؟ ده انت واكل كرتون بيض لحد دلوقتي. انت مقشر البيض على بق واحد، البيضه بتنزل مره واحده كده. ايه في ايه مالك راجل صعب؟ ايه ده؟ الله يسامحه.
فيها يا استاذ الراجل بتاع السوبر ماركت ده راجل غريب، كلهم يغلي الاسعار يا استاذ شلبي. ما عشان كده بقى. الله، ده راجل غريب، انا اتخانقت معاه. بس اقول لك ايه، الراجل ده حلال في اي حاجه تحصل. اسمع بقى اللي بقول لك عليه، المنطقه دي ما ينفعش معاه غير اللي انا بعمله. ايه بتعمل؟ انا هنا في المنطقه ما حدش يقدر يهتني. انت اجمد واحد. انا اجمد واقدم واحد، انا هنا ما حدش يقدر يتكلم معايا ويرفع عينه فيا. في حاجه؟ انا لسه بقول له ما فيش حد في المنطقه كلها هيتني غير واحد بس يا كبير. مين انت؟ مين في ايه؟ مين شفت بيعمل ازاي؟ شفت بيعمل ازاي؟ شفت بيعمل ايه؟ مين يا كبير؟ انا انت بس يا كبير الوحيد اللي بتعمل اللي انت عايزه في المنطقه كلها. بحسب مش ايه؟ لا وراك، خلي بالك. ايه يا عم في ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه تعال. ايه ده؟ ايه تعال بس. ايه زي ما قلت لك، ايه مفيش حد في المنطقه كلها يملى عيني. امال مين اللي جاي؟ في ايه يا عم؟ شغلنيش مالك؟ مش شغلنيش. ايه في ايه؟ تعال بس. انت الراجل ده يا عم غريب يا عم. مين ده؟ ده بقى مين ده؟ ايه مين ده؟ وانت المنطقه مالها كده بقى؟ فيها ناس غريبه كانوا ماشيين بقى اسلحه وبتاع. لا حمايه، حمايه للمنطقه يعني، برضو بيحموا المنطقه بس ما يقدروش يتكلموا معايا نص كلمه. ما انت قلقان من ايه؟ في ايه؟ لا مش قلقان من حاجه، بس مش عايز حد يزعل مني. ايه؟ مش عايز حد يزعل مني، بس ياخد موقف يعني يحس ان انا جاي عليه وبتاع. انت ناوي على ايه؟ حسيتك بتعمل. لا 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 يا عم اسكت، ده انا قدام الراجل ده يا عم. الله يسامحه يا عم، راجل غريب يا عم. مين؟ الراجل بتاع السوبر ماركت. عم ياسر؟ كل يوم اتخانق معاه يا عم ياسر؟ اه. اسكت يا عم، ده غريب، ده غريب. راجل موقف حالنا ومبهدلنا معاه كده في الاسعار. تخيل الراجل عنده سوبر ماركت ويجي هنا يقول لي ايه؟ ما عندكش غذاء ملكات النحل. ليه يعني؟ غذاء ملكات النحل تعمل بيه ايه يا عم؟ هو مفيد طبعا للصحه وللجسم. اه طبعا. بس راجل يا عم ده ايه يا عم ده؟ ده طول النهار ماشي يقول عسل 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 عسل. ايه ده؟ اسعار غريب واقف كده مش همه حاجه. مركز في المحل، مش مركز في اكل عيش، ومركز مع الناس. والناس مركزه معاه. مثلا. كله بقى يجي يقول له انت في ايه؟ انا تعبت منه. تعبت منه. والله وانا. هو بيجي يصلح عندي غريب. حاجات هنا. وبصلحها له وبخلص منه واقول يعني الحمد لله. هو ده يا عم، مش عايز منك فلوس. ليه؟ مش عايز منك فلوس، ما بيتعبني في الفصال، بيقعد يفاصل معايا وبتاع. بس انا غلبان غلبان، ابن حلال وطيب. طيب انت تعرفه كويس؟ انا اعرفه كتير بجد، كلنا عارفينه. راجل ابن حلال وغلبان. ما طب ما انت كنت جاي زعلان منه. ما انا زعلان منه، اتخانقت معاه لان كل شويه يغلي في الاسعار. بس انا مش هحله في اي حاجه بقى بعد كده. حق. الله حق. لسه من كام يوم برضه متخانقين انا هو مع استاذ شلبي. شلبك فيه؟ شلبي شلبي. انت اسمك شلبي؟ انا اسمي شلبي. انت تقول لي شلبي؟ لا يا عم اتخانق معايا يا عم. ليه؟ ايه اللي حصل؟ مفيش، انا رايح مشوار كده، انا في مكان فبشتري لبس وبتاع للعيال الصغار عشان المدارس قربت. وفجاه ببص لقيت الاسعار بتاعه الملابس غاليه. ايوه دي حقيقه. فبفاصل مع الراجل وبتاع واتكلم معاه، وده قام داخل اما قال لي ايه انت كل ما تروح في حته هتقعد تفاصل فيها، وقام كاسفني. طب هو ماله؟ هو بقى احرجني جدا قدام مين؟ مين؟ قدام الراجل. طبعا. معاه هو، وسبحانك يا رب بقى معدي من جنب مين؟ مين بقى؟ نسيب يا مصغرلي. يا عم اسكت بقى، انا عارف مستنيها، مستنيها من بدري. مصغرلي كده؟ الله. بقى شكله وحش قوي. طبعا. اتكسفت. ازاي؟ قلت له يا عم ياسر انت ليه بتعمل كده؟ عم ياسر انت ليه بتعمل كده؟ انت ليه؟ انت ليه واقف لنا دايما في حياتنا؟ لا انت لازم تعمل، انت حقك تعمل اللي انت عايزه. الله. ما هو بصراحه يستاهل. واروح له النهارده اقول له اديني كيس لبن، يقول لي اللبن ب 25. ايه؟ ده امبارح كان ب 20. اللبن ب 25؟ طب انا العلطة اشرب ايه؟ تشرب ايه؟ ما اعرفش بقى. تشربش لبن خلاص بقى. لا قلت له خلاص العلطة مش شاربه لبن. مويه. مويه. ايه؟ اشربوا مويه. 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 او قهوه اللي مع البلح. مفيش. قلت له يا عم ياسر في ايه يا عم؟ انت بتغلي اللبن يا عم ياسر؟ ليه ده؟ ليه؟ ليه؟ قال له هو بيجي بسهوله. ده موضوع صعب. طبعا. وبيروح نقل وبتاع. ما انا عارف المزرعه اللي بيتعامل معاها. انا عارف، عارف الناس اللي بيروح يجيب من عندهم. قال له موضوع صعب، اللبن ده صعب يجي. قلت له ماشي، بس انت بتاخده دلوقتي ببلاش. حاجه كده ايه؟ ببلاش. يعني اسعاره حلوه، اكسب 5 جنيه 6 جنيه، انما تكسب 10 كتير. طبعا.
ما يكسب خمسه وزن محمد يا قطاع، يكسب خمسه يا اخي، يكسب ثلاث اضعاف. ده انت عندك ما عندك منتجات ثانيه، ما انت هتكسب في الصلصه خمسه وفي اللبن خمسه وفي الرز خمسه مثلا، عندك الرز وعندك اللبن، تعمل ايه؟ ايه رز بلبن، برافو عليك، برافو على الله، صح، وتاكل رز بلبن وتنام. ايه ده؟ في يا محمد إيه؟ والله قمت بتخانق معاه بقى وشديت عليه الله وقفشنا انا وهو قفشه جامده قوي، راجل مش سالك كده. محمد شلبي، انت اسم محمد شلبي ولا اسمك شلبي على طول؟ لا شلبي على طول، شلبي على طول، شلبي محمد، شلبي محمد. او شلبي محلوق. مش عارف ايه النهارده. السايد واقع من عندي، مش عارف. ما تشوفش الجرابات عامله ايه؟ جايب لك بقى جراب زي زي بتاع عم ياسر بالظبط. والله العظيم حبيبك بقى، ما انت انا عارف يومين وهتتصرف. انا عارف يومين وهتتصرف. ايوه ايوه ايوه. بص انت معاك تليفون ايه؟ انا معايا تليفون ايفون. في كاميرا؟ لا. ايه اللي فيه؟ لا ايه اللي فيه كاميرا؟ هو ما فيهوش الا كاميرا. في كاميرا؟ اه. في شاشه ولا ما فيهوش؟ في في يا محمد الموبايل، اصل الموبايلات في موبايلات ما بيبقاش فيها. صورني صوره كده. يلا صورها. استنى مظبوطه عندك؟ استنى كده. لا ارجع كده ورا شويه. طيب روح. حلوه الصوره كده، الكادر كده مظبوط. استنى بس اظبط لك الريزوليوشن. طيب ظبط قبل ما تصور بس قول لي. حلو قوي. قبل ما تصور كده حلو قوي. طب استنى ما اشوف. مظبوط اهي كده. انا فين يا عم؟ انت بتشتغلني؟ انت بشتغلك ايه؟ ما انا فين؟ انت اهو، انت فين ايه؟ يا عم انت كنت هناك المفروض. طيب اهو. طب طب استنى اهو. استنى اظبط كده. خلاص جاهز؟ استنى عمير. يلا يابا جاهز. صور زمان دي. استنى استنى الصوره كده مظبوطه عندك؟ ايوه يا حبيب قلبي. استنى ما اشوفها كده. شوف ايه؟ انا انت بتشتغلني يا عم؟ انت اللي بتشغلني. انا فين؟ اصورك ازاي وانت هنا؟ ما انا مش موجود. ما انت مش موجود، انت مش موجود فعلا. انت بتيجي تبص على نفسك، انت هناك، انا هصورك مش هتشوف. استنى كده يا ابن اللذينه. يمكن الحقني. ايه الحلاوه دي؟ يمكن الحقني. الحقني يلا ابدا اقف هناك كده اهو. بس كده سيبوني وارجعوا. حلو قوي. صورتها لك بجد حبيبي. تعمل ايه؟ امسك بسرعه. ايه ده؟ ايه في حد بياكل في الموبايل؟ خلي بالك. ايه ده؟ انت بتصور الطريق. هو في حاجه معديه؟ انت في حاجه معديه ولا ايه؟ مش عارف، انا فكرت حد طالع سفاري فارش خيمه ولا حاجه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه بقى فجا بقى. واه يا بوي اريد انقتل. امسك معايا. واه إيه؟ امسك معايا. إيه؟ ده الواد المجنون اللي بيدور عليه بجد. اهو مسكته يا حكومه. حسب الله. يا محمود بتعمل ايه يا ولد؟ الواد المجنون بقول لك بيدور عليه بقى له اسبوع. والله العظيم حاطين صورته على علب السمنه. يا ولد الفرقوص صورته على علب السمنه. ولا طب خد بالك لا يسيح. بس ابعد ابعد يدك. طب ده ايه ده؟ ابعد يدك عني. لا معلش يا مؤاخذه انا اسف، ده شكله راجل عاقل. انا ده مش هو. ماشي استنى بس، استنى واحده، خليك كده عشان المايك بس. ايوه يلا شكرا. عفوا. عايز جراب زي بتاع عم ياسر. عايز ايه؟ جراب زي بتاع عم ياسر. هو اللي قال لك؟ اه ده الراجل ده كويس. ده عامل قال لي جراباتك حلوه. ده عامل لي دعايه. هات لي جراب زيه. هجيب لك جراب. انت مين بس؟ عايز ايه وجاي؟ انا ابو هريدي من الصعيد. اهلا وسهلا. اهلا منور القاهره. اهلا بيك. اول مره تيجي القاهره؟ جاي مكان ابو نواف عشان تعبان شويه. مال ابو نواف؟ خير؟ تعبان شويه، تعب، قال لي اطلع انت ابو هريدي مكاني. انت قريبه؟ انا قريبه. تقرب له ايه؟ ابن عمه. ازاي وانت ابو هريدي وابو نواف ازاي؟ ما هو الحاج ابوك وانا والحاج ابويا اتجوزوا. عرفت ان انت حافظ مش فاهم؟ لا لا عرفت؟ لا لا. عذرتنا؟ طيب ماشي. ماشي ماشي. لا ده بتاع واحد صاحبك. ما ينفعش. ما انا خدته منه. بتاع صحابك. ماشي. يا تجيب جديد يا ما تعملش. فين بقى جراب عم ياسر؟ ماشي يزعل، هيخش لك كمان شويه. ماشي مش هيسيبك. ماشي. ايوه عايز فين جراب عم ياسر؟ اهو صغير. ماشي. اتفقنا يا باشا. حسب التليفون انت بتاخد اي جراب وخلاص. انتوا ما عرفتونيش لحد دلوقتي ولا يا رجاله؟ مين معانا؟ زناتي الساحر الشرير. زناتي. بصوا بقى يا رجاله. عايز ايه؟ يلا بينا. يلا سلام. الله ما يكترش فيك. معرفش ايه اللي اخروا البني ادم ده، على الله ما يكونش حكى لهم حكايه جواز عتريس من فؤاد باطل دي. خش يا متهم منك ليه؟ ما تشدش الجلابيه يا واد. جبتهم يا محسن بيه. برافو عليك يا بلون. بسم الله. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلامات سلامات سلامات. ايوه ده وحشنا يا بلدي. يا سلام. شوف فاتنا معاك كم واحد. كم واحد. ما وحشنا منهم واحد. لا 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 ده انت وحشتنا بالذات. هلله 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 هلله. ايه هلله؟ لا بيقول على اجره. اجره هلله. بياخد بالهلله. ما هو بيعد دلوقتي، ما بياخدش بالريال. امال بقى ايه؟ هلله 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 هلله. يجمعوا ما دي ريال. هلله هلله. نص هلله.
نص هلله هلله. انا فاكر بقول هبله هبله هبله. فاكر بقول كده. لا لا هلله هلله. دول المتهمين يا محسن بيه، خش عليهم خش. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا محسن بيه، اهلا بحضرتك. كان في جريمه صغيره كده. ايه؟ ساعه ذكيه سرقت. ما ساعة ايه؟ ساعة ذكية بتاعت. طب اسألوها مش هي ذكية؟ ده ازاي؟ صاحبتي لسه ما ايه رأيك بيها؟ اه برافو عليك. لا ايوه صح. لا بس هي مش ذكية قوي للدرجة دي. مش للدرجة. للدرجة لا. أيوة لا مش للدرجة. الساعة اتسرقت من عم ياسر البقال. واحد فيكم متهم بيه غريب صح؟ انا غريب. ايوه انت مش من هنا؟ لا اسمي غريب. قالوا لي غريب. لا اسمي ده اسمي. اسمك اسمك غريب. اهلا وسهلا. الله يكرمك. حواوشي. حواوشي ايه؟ حواوشي شلبي. لا صح ولا لا؟ ايوه لا احنا عايزين ندوق بقى. لا ما هو بتاع حواوشي. ايوه بس انا مش بتاع حواوشي. امال حضرتك ايه؟ انا شلبي. شلبي بتاع ايه؟ انا بتاع موبايلات. بتاع الموبايلات. ايوه بتاع الموبايلات. بتاع حواوشي بتاع الشلبي الاكل. لا هو واحد تاني. انا حواوشي بتاع الموبايلات. هو حواوشي تاني. انا حواوشي بتاع الموبايلات. انا شلبي بتاع الموبايلات. اثبت منك ليه؟ قضيه مهمه. ساعه ذكيه اتسرقت. تخيلوا بقى لما الساعه الذكيه تتسرق، امال الساعه الغبيه هنعمل فيها ايه مثلا؟ الذكيه اتسرقت. صح. انت فاهمها؟ ايوه طبعا. دي معجزه. ايوه. طيب خلينا مع بعض كده في التحقيق. معلش انا اسف. انت عارفه يا ابني. لا امال في حاجه ودي حبه 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 هلل 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 ولا ايه؟ هلل. استاذ غريب معلش، ايه علاقتك بالعم ياسر البقال ويعني في الساعه؟ معلش مفيش يا محسن بيه ولا اي حاجه. هو الراجل بس المشكله بينه وبينه ان الراجل كل شويه غلي في الاسعار. بس فرحت اتهوشت معاه وشديت معاه وقلت له ماشي التجاره منك لله ومشيت وسبته. وقلت اللي يحصل فيه بعد كده حلال. هو اللي يحصل فيه حلال. حصل في المشهد في الجمله دي لان كنت قاعد انا في الكواليس. ايوه محسن بيه. ايوه حصل. قلت حلال يحصل فيها حاجه لانه راجل ما بيتقيش الله. فهو بكونه ما بيتقيش الله يبقى يحصل فيه اي حاجه بقى او ربنا يهديه. صح. وانا شفتك وانت قاعد انا عمال تعمل كده مش عارف ايه. مش عارف بيقول اللي بعده ولا بيقول ايه. لا بقول لكم خلصوا عايزين نخلص عشان الوقت. انا فارش عشان تقول كده. لا شفت اتعلم حاجه بقى يا راجل. اتعلم ايه بقى؟ تبقوا متفقين على كل حاجه بره وتيجوا جوه تقولوا لا ما اتفقناش على يا راجل. اسكت بقى. ده ما اتفقناش خالص ولا لا ده كده بقى. معلش انا هقول له حاجه تزعله. اتفضل قول له سلامات 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 يا حبيبنا يا بلدي. شوف مسنا معاك كم واحد ما وحشنا منهم واحد. لا ده انت وحشتنا بالزاف. هلا 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 كل ما يقول لي يخش يقبض. هلا هلا يا حبيبي حكيت هلا هلا هلا. معلش شلبي. موبايلات. ايوه. بتشتغل في الشمال انت كتير. لا كتير كتير. قالوا لي. لا يا باشا. قالوا لي بالله والله. لا يا باشا لا ما شاء الله عليه. هو ملوش علاقه بقى. حاجات المسروقه. محلات مسروقه بالظبط المبلوله وما بتقفش معاه. بيفتح كله. إيه افتح موبايلات افتح حاجات افتح ساعات ذكيه سرقها. يا باشا لا يا باشا انت فاهم غلط. ساعات اسرقها ليه؟ ما انا عندي في المحل قد كده. ما انا عندي ساعات وعندي موبايلات. وبعدين انا ما اعرفش الشمال ده ما بيجي انه شمال. انا واحد جاي يبيع لي موبايل مش عرفني. بشتري منه ببيع. يعني ايه علاقتك بعم ياسر البقال؟ ما فيش علاقه. إيه؟ هو بيجي يشتري مني حاجات مره جراب مره يقول لي التليفون بيهنج مره عاوز شريحه عاوز خط جديد. وبعدين مش هقول حاجات معلومه بس. ايوه ايوه انا عايز اعرف. اتفضل قول. الساعه الذكيه دي يا باشا ساعه كل واحد خاصه بيه ليها بصمه معينه ما حدش يعرف يفتحها غيره هو صاحب الساعه بس يا باشا. تمام. اقول لكم على حاجه. اتفضل قول يا محسن بيه. لاول مره اعرف الحل. ايه هو بقى الحل؟ سلامات سلامات سلامات. انت عارفه بقى وحشنا بلديات. هلا لا هلا 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 هلا. وحل المشكله اصلا عندكم انتم يا مشاهدين.